حلو. رز مطحون. جميل. نشا، فستق حلبي للزينة، مستيكا، ورد أكيد للزينة، ما زهر وما ورد. أوكي، فستق حلبي للزينة، وعندنا هنا فستق مجروش يعني حق بالمية. هون بقى يعني اختياري حسب ما واحد حابب يزينه، بس طلعت طعمه طيبة. حلو، وعندنا طبعاً جبنة موزاريلا من المراعي عشان يمط معنا الحلى. قد ما بدك. حلو، يلا نبدأ طيب. بلش. وش الخطوة الأولى؟ عنا أول شيء هون ما بدنا نحميها للأول شيء على البارد. اوكي، هي شوي حارة بس عادي، هي بتبرد إذا حطيتي الموية. اوكي. اوكي. بس لا، لازم كتير نخفف ال طفيت النار، النار طافية. عندنا سكر. اوكي. حلو. عندنا هون بودرة الرز. وهلا بدنا نحركهم كتير منيح مع بعضهم. اوكي. حلو. هلا بدنا نزيد المستيكا. اوكي. كمية كلها؟ اي كلها. حلو. طيب، فبعد ما حطينا المستكة انت تنتظرينها ايش الحين؟ هلا هون عندنا ملعقة نشا. اوكي. راح نزيد له المزهر. نحطها عليه؟ صح. كنا كمية نشا. ونخلطهم مع بعض، لا ملعقة. اوكي. ملعقة نشا مع ملعقتين مزهر، نخلطهم مع بعض. اعطيني هذه الصغيرة. اي تفضل. اوكي. حلو، زي كذا اكيد. صح، ترى ثقيل، نحركهم ما بيأثر. بدي اعذبك اذا بتريد لانه بلشت هون تشتت. صح، كلها؟ كلها والله. هذه وصفة بلال برضو؟ لا لا، هيدي انا وصفتها. طيب، هون بلشوا يشتدوا مع بعضهم، شفت كيف بلشت هون؟ متى ما بغيتي مساعدة ولا فزعة احنا جاهزين. اوكي، هلا هون بدنا نبلش نحضر الموزاريلا. صح. كوبين ونص. اوكي. ما بقصر، رح نعوزهم كوبين ونص. حلو، يلا بس اقول لك بنزيدهم هلا. خلص، فنحتاج زي هذا واحد ثاني وبعدين نص. نص. اوكي، اكيد هذا حلا. هذا حلا. كيف بلشوا يشتدوا مع بعضهم؟ أنا كان في بالي ترى شيء ثاني مختلف. لا، حسيت كذا، كنت توقعت زي البودينج، عرفتي؟ آه، أوكي. لا، يمكن شوف لا. كيف صاروا، شم ريحة، ريحة المستيكا؟ إيه، شوي، صح. شو شوي؟ أنت أقرب على حلو، فأنت إيش تنتظرين؟ إيش خلاك تقولين الآن تزيدين جبنة؟ عشان اللي قاعد يسويها يعرف متى يزيد الجبنة. لما بتصير بهالقوام خلص كل شيء ديب، كل شيء خلص، هيدا النشا اللي خليها تتماسك هالآن. حلو، هلا بدنا نزيد الجبنة كامل. صح، كامل الجبنة. يلا كمان بدي بعد. الله أكبر، شايف ما لمت الجبنة؟ هذا لسه باقي نص كاس. يلا لازم يدوبوا كلهم. خلاص، فالوزنية كوبين ونص. هلا لا، بدي مساعدتك. ايه بتعملها انت؟ بدي. يلا يلا جم. يا سلام، هذه جبنة المراعي المطة اللي ندور عليها. هذه ما تنفع، يعني هذه اذا بردت الحين بتكسى. صح صح. يعني هو حلا يتقدم حار ولا بارد؟ في ناس تاكله بارد. ايه، وفي ناس طيب يعني كمان حار. لازم تدوب كل الجبنه، لازم تكون نوعيه الجبنه كتير منيحه لحتى نضمن انه الحلا ينجح. هلا رح ننقلها على طبق التقديم.